وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك صلاة كثيرة دائمة نامية باقية، بما أنت أهله ومستحقه صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين، يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة، السلام على الشفاء الذابلات والأجساد المرملات والرؤوس المشالات، روحي يا وليا ناما وما ملكت يميني، وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسمزوبا والرداء، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجا والتجا إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم، فنفوز الله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، سأل المخالف حين أنفكه العجم، هل للحسين مع الروافض من نسام؟ لا ينقضي ذكر
الحسين بثغرهم وعلى امتداد الدهر يوقدك اللغى. وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرف. فأجبته: ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات آنية الطرى. إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسي فلقد أساء إلى الأدب. يا لائمي حب الحسين أجننا. واجتاح أودية الضمائر واشرام. ولقد تشرب في النخاع ولم يزل سريان حتى تسلط في الركب. من مثله أحيا الكرامة حين مات على أيدي جبابرة المرام. وأفاق دنيا طأطأت لولاتها فرغى بها ونال عالية المتم. الرائعة لأحد أبناء هذه القرية العامرة الحاج علي الغسر لا معزه. أما البكاء فذاك مصدر عزنا وبه نواسيهم ليوم المنقلب. اعذرني وأنت العاشق الوالف. نبكي على الراس المرتل آية والرمح منبره فذاك هو العجب. نبكي على الثغر المكسر سنه نبكي على
الجسد السليم بالمنتظم. بعد نبكي على خضر الفواطم حسرة وعلى الشبيبة قطعوا إرما إرما. بسم الله على المسناط مطروح وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح ولو شبت لك سعد الله قلبك يا ابا محمد. ابعاني نظرت احسان بيد الطفل منحوم وام الرباب تعاينه ودمومه بتفور وقلوبنا فتره كل ما طلع منا بدر بالمعركة ومصيبة الله هيا جاءت حزن علي هدول عندهم دموع مختزنة. ومصيبة الله هيا جاء حزنة الدروب
تصادف في مثل هذه الليلة ذكرى استشهاد أحد رجالات العلم وأحد رجالات الإيمان والتقوى وأحد ثقات أئمة أهل البيت عليهم السلام، الثقة العد رفيع الشأن وعظيم المنزلة السيد أبي جعفر محمد بن علي الهادي عليه السلام. أطرح في هذه العجالة والإغبار من أمرنا نقاطا في غاية الأهمية. أول هذه النقاط نسبه الشريف. النقطة الثانية ولادته المباركة عليه السلام. النقطة الثالثة كناه وألقاه. النقطة الرابعة أمه عليه السلام. النقطة الخامسة مقتطفات من حياة هذا الرجل العظيم. نسبه الشريف من المعلوم بل من المؤكد أن المعرف لا يعرف، وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات. فلو نظر الإنسان إلى الشمس وهي في رائعة النهار أو رابعة وأشار إليها قائلا الشمس طالعة، هل أضاف جديدا للشمس تفتقر؟ نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. قوم لهم شرف العلياء من مضر، والمرء يؤخذ في تحديده النسب. وما أروع ما صاغه الوتري رضوان الله تعالى عليه. ماذا يقول المادحون بوصفهم؟ وهم السراق خلائف المختار، ضربت قباب فخارهم وسموهم بين البتول الطهر والكرار. وأروع من هذا وأنتم أهل الأدب والمعرفة ما صاغه ابن العرندس أديب الطائفة ومفخرتها، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر،
فذلي بهم عز وفقري بهم غنى وكسري بهم جبر وعسري بهم يسر. أضف إلى معلوماتك القيمة التاريخية أن للإمام علي الهادي عليه السلام من الأولاد ذكورا وإناثا 4 من الذكور وأنثى 1. الذكور في ترتيبهم التسلسل. أول أبناء الإمام علي الهادي عليه السلام صاحب الذكرى، صاحب هذه الليلة، وكان ثقة أبيه ومثال أبيه وعين أبيه محمد المكنى بأبي جعفر. وسوف يأتي في السياق من ضمن النقاط ما هي كناه وألقاه. يأتي من بعد محمد هذا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو الإمام المفترض الطاعة وولي الأمر من بعد أبيه، ومن كانت له الحاكمية في الأرض. يأتي من بعد الحسن الحسين، يظهر أيها الإخوة من بعض المرويات أنه كان يشبهان الحسن والحسين ابني الإمام علي الهادي عليه السلام، يشبهان بجديهما سلطي رسول الله الحسن والحسين عليهما السلام. شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في منتهى الآمال يقول: وكان جعفر هذا من الثقات والخواص، وكان عظيم الشأن ورفيع المنزلة، وكان معترفا بإمامة أخيه. ما يمتاز به الحسين، ما يمتاز به الحسين. يقول الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه: وأن صوت الحسين، وإن صوت الحسين يشبه صوت الحجاج. إذن أولهم محمد، ثانيهم الحسن، ثالثهم الحسين، رابعهم جعفر الملقب بالكذاب. استفتوا يا إخوان أنه جعفر وإن لقب كذابا، لكن هناك رواية نقلها الثقات عن الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، قوله عليه السلام: اتركوا عمنا جعفر لنا. 4 من الذكور وأنثى 1، الأنثى هي علي. يا إذا يجيني ما يجيني كشي الحسن والحسين وجعفر وعلي دفنوا في البقعة التي دفن فيها الإمام الهادي عليه السلام، وهذه البقعة في أصلها كانت دارا للإمام الهادي عليه السلام. لحل هذه القبة التي الآن على وشك أن يرفع الستار عنها، وهي أضخم من سابقتها. إذ كانت سابقتها قد استعمل في بنائها 72,000 لبنة ذهبية الأولى، أما هذا فاستعمل في بنائها 92,000 لبنة ذهبية. وما أنفقت الحكومة العراقية في بناء هذا المقام المقدس الشريف الرفيع، ما أنفقت درهما من خزانتها،
بناء القبة وبناء المشبى وبناء الأروقة وبناء السلطة. هنا كله من ماذا؟ من تبرعات شيعة أهل البيت في كل بقاع وأصقاع العالم. وهذا من أقوى الأدلة وأصدق القرائن على أن هناك عشقا من شيعة أهل البيت لأئمته. هذه القبة التي سوف يرفع الستار عنها بعد أيام فيها الإمام الهادي والإمام العسكر والحسين وجعفر وعلي والسيدة حكيمة خاتون شقيقة الإمام الهادي والسيدة نرجس أو سقيم أو مليكة أم الإمام. روى الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: قبري وقبر أبي بسام الله أمان لأهل الجانبين. شيخ المجلس رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذه الرواية قائلا: أنا بالجانبين الشيعة والسنة، لأن بركتهما عليهما السلام قد أحاطت بالصديق والعدو، كما أن قبر الكاظميين قد صار أمانا لأهل بغداد. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني، ونعليك اخلعا واسجد خضوعا، اذا لاحت لديك القبتان فتحتهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلا. اذا عرفنا نسبه أكرم نسب في عالم الأسماء كلها نسبه الشريف المبارك، أفضل الأنساب في عالم الأنساب محمد ابن الإمام علي الهادي، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي السجاد، ابن الإمام الحسين الشهيد، ابن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فهؤلاء هم أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم سفن النجاة وأمن العباد. فلا أكرم من هذا النسب ولا أشرف منه في دنيا الأنساب. أي نقطة الأولى. النقطة الثانية ولادته المباركة. ولد السيد أبي جعفر محمد بن علي الهادي عليه السلام في قرية يقال لها صرة ويقال لها صرية، وهي ضاحية من ضواحي المدينة المنورة، تبعد عنها 3 أميال. أسسها الإمام موسى الكاظم عليه السلام، لكن وما وراء ولكن ليس هناك تاريخا محددا لولادته. حقيقة يا أخوان أثرت على تاريخين لكن ما أدري أيهما أصح. حقيقة لم يذكر اليوم من الأسبوع ولم يذكر اليوم من الشهر، إنما ذكرت السنة لولادته المباركة عليه السلام. فهناك من ذهب أن عام ولادته عليه السلام 220 هجرية، وهناك من ذهب أن ولادته عليه السلام في عام 228. كناه وألقابه. كناه عرفنا
أن محمد بن علي الهادي يكنى بكنية واحدة وهي أبو جعفر. أما ألقابه ونعوته فهي دالة على علو المقام ورفيع الشأن، وهي في جوهريها اللغوي والمعنوي تحكي عن جوهر شخصيته وعن صدق طويته وعن طهارة ذاته. لاحظوا هذه الألقاب كم هي رائعة. أولا لقبه المعروف والمشهور بسبع سجين، سبع الدجال. لماذا لقب بهذا اللقب سبع الدجال؟ ما قرأناه في التاريخ أن أبي جعفر محمد بن علي الهادي عليه السلام أدركه الموت في بلدة بلد وتوفي فيها وغسل وكفن وصلي عليه فيها وشيع فيها وواراه أباه فيها. بلد هذه في تاريخها الجغرافي كانت مغفرة، يعني كأن هذه البلدة في صحراء مغفرة، ليس حولها سكنة، ليس حولها مدن أو قرى أو أرياف، وهي تقع على ضفاف نهر الدجاج الممتد من الشمال إلى الجنوب. يقول لماذا لقب بسبع الدجاج؟ كانت الناس تقصد هذا الرجل لزيارته في مقامه هناك، ولأن كما قلت لك أنه البلد مقطوع كما يعبرون، فكانت تظهر لزواره قطاعاً من الطرق ولصوصا، ولأن هناك ضعف في الحكومات القائمة آنذاك، فكان الناس إذا قصدوه على خوف من قطاع الطرق واللصوص، فإذا اقتربوا من مقامه الشامخ التليد رأوا أسدا يجوب حول ضريحه. أسد، هذا مو كلام مال رواية منا ومنا، هذا كلام شيخ عباس القمي مفخرة المحققين، يقول فينظر زواره إلى أسد يحرس مقامه، فإذا اقترب لصا أو قاطعا للطريق قام ذلك الأسد بافتراسه فسمي بسبع الدجاج. ومن الألقاب ماذا؟ السيد أبو جاسم وأبو البرهان وأبو الشارع وأسد الدجاج وسبع الجزيرة والبطاش والطفاي والبعاج، ولكن له لقب ما أروعه ولا زال له صيته في العراق، إذ يلقب بهذا اللقب أخو العباس، يلقب في العراق خصوصا في الدجيل يسمونه بسبع الدجيل، لكن اللقب المحمود أو الرائع أو المتداول عندهم أخو العباس. من هي أمه؟ كيف اللي أقول؟ هذا طرح تاريخي لكن فيه من الفائدة. الإمام الهادي عليه السلام له زوجة واحدة وهي أم أبنائه الأربعة وابنته. أم أبي جعفر هذا وأم الإمام الحسن وأم الحسين وأم جعفر وأم علي الماجدة المكرمة والجليلة العليا السيدة سوسن،
ويقال لها ريحانة، ويقال لها حذيف، ويقال لها سليم، وهو أشهر أسمائها وبه ذكر. رواية عن الإمام الهادي عليه السلام، إمام معصوم، ما يتلعب بالألفاظ. رواية دالة على عظمة هذه المرأة وأنها من أفضل النساء في دينها وعقلها، الدالة على أن هذه الصالحة قد استوعبت الإيمان والصلاح والورع والتقوى وعلوم الإسلام وأحكام الشريعة. الرواية دالة على مدى أنها من القانتات الصالحات العارفات. رواية عن الإمام الهادي عليه السلام، سليم مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس، وسيهب الله لها حجته على خلقه الذي يملأ الأرض قسطا وعدا كما ملأ ظلما وجورا، وهي في جنات الخلود. إذ ولد في أيامنا إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن عرفت فيما بعد بلقب الجدة لأنها جدة الحجة. من وين هذه المرأة؟ نسك أولا هي أم ولد من بنات الملوك، من أرض النوبة المصرية. ياقوت الحموي في معجم البلدان يقول: أرض النوبة بلاد واسعة تقع جنوبي مصر. امتدح النبي صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله: من لم يكن له أخ فليتخذ له أخا من النوبة. وهي بلد ماريا القبطية التي أهداها الإسكندر إلى رسول الله، أم إبراهيم عليه السلام. شو أقول لك كلمة؟ شو ما تسامو ترى أنا عندي قراية. بس هتقول لك يا. أنت توجه جزاكم الله. أنا خادمكم الصغير. شوف الملالي عندهم هذا كتاب ما يحبون يقرونه، وهو الملحمة الحسينية لمؤلفه الأستاذ القدير الأستاذ المطهر. يعني لما يعتمدونه طلعنا من باب الشرك ما يقرون، أقول لك. فلذلك يغارون عنا في المكتبات ولا يأخذونه. وعرف عن المطهر هذا الأستاذ العبقري أنه ما عنده أي رواية، لا يعتمد رواية إلا بعد التدقيق فيها ودراسة جوانب تلك الرواية وزمن تلك الرواية وأبعاد تلك الرواية. فتصوروا لما ينقل لك رواية في غاية العجب. فقيرا من الفقهاء، مع الكوكب من الفقهاء، الله كان زعيما لتلك الكوكبة من الفقهاء. قصدوا دار السيدة حكيمة خاتون التي مر ذكرها من شوية، التي شرفها الله أن تكون قابلة لنرجس. حكيمة خاتون شقيقة الإمام الهادي، عمة الإمام الحسن العسكري، يقول: قصدناها في دارها. وطرقنا الباب عليها واستأذنا بالدخول عليها وأذن لنا والتقيناها من وراء ستار، واستعرضنا معها عقيدتها في الأئمة. ثم قلت لها، هذا الفقير يعتمد قول المطهر، قلت لها: ومن إمام الزمان؟ قالت: المغيب عن الأنظار. قلت لها: وقد غاب إمامكم، أو غاب الإمام، أو توارى عن الأنظار، إلى من ترجعون؟ أحسنت.
أحسنت إلى من ترجعون في محنتكم هذا؟ فقالت إلى الجدة. قلتها أو تقصدين السيدة سلي؟ قالت بلى. قلت رحل الإمام وجعل وصيه لامرأة فقالت ما هي بوصيه؟ ليست وصيه. أو ما علمت أن الحسين قد وجه وصاياه في الظاهر إلى الحوراء زينب؟ وكان وصيه في الباطن من؟ في الباطن من؟ ابنه الإمام أبي الحسن علي بن حسين السجان. شيخ القمي في الأنوار البهية يقول: وكانت عليها السلام مفزع الشيعة وغوثهم أيام المحنة، أي بدايات الغيب الصغرى. انتهينا من هالنقطة، نأتي إلى النقطة الأخيرة. حياة هذا الرجل يظهر يا إخواننا الافتتاحية في أول مجلس أن الأنظار، أنظار الشيعة آنذاك، كانت متوجهة إلى أبي جعفر الجعفري، أنه هو الإمام من بعد أبي، وهو القائم بالأمر من بعد أبي. ليش؟ لأن هناك صفات ومقومات وخصائص ومولودات كانت طاغية في هذا الرجل تؤهله لهذا المنصب الكبير، تؤهله أن يكون إماماً من بعد أبي. ولكن اختطفه الموت. لكن يا إخوان، الآن في كثير من التقارير سسميها بالضبط أنه أبي جعفر لم يموت، يعني كما في الروايات أنه توفي موتا طبيعيا، إنما اختاله العباسيون في بلد وقاموا بتصفيته فيها، لأنه كان مثال أبيه وعينه وروحه التي بين جنبيه. ونظر النظام العباسي أن هذا هو الإمام، حتى بالغ الإمام الحسن العسكري عليه السلام مدة إمامته كم سنة؟ 7 سنوات، قضاها في المعتقل السياسي أو تحت الإقامة الجمهورية. ليش؟ ليش يا إخوان؟ يقول حتى نعزله عن قاعدة الشعبية، حتى نعزله عن نسائه، حتى لا يتحقق له ابنه الموعود بإقامة دولة الحق. لكن ما يدرون موسى كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى فرعون. فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى. صار موسى طلع موسى، جابوا موسى، وكان هلاك فرعون على يدي موسى. تعزلت الإمام 7 سنوات في المعتقل السياسي تحت الإقامة الجبرية، ظهر ابنه وصلى عليه، ولا زال مغير تنتظره الشيعة والعالم بفارغ الصبر، يقول: ومتى نراك وأنت في أعقابها بالسيف تطعن صلب كل أخي. لكن وفاة محمد في بلد، في رواية أخوان أذكرها برأى للذمة، أنه علمت الأجهزة الأمنية آنذاك أن محمد، أي محمد سبع الدجيل، كان في طريقه للحجاز للقيام بثورة ضد النظام، فقررت السلطات الأمنية اغتياله في بلد وقتله في بلد. لكن مهنا الكلام، يقول الكلام عندما وصل خبر استشهاده إلى أبي، الولد المدلل
أدلة إلى حجم المساحة عند أبوه. مو شوية عندما يخبر أباه بموته يقول: فقصد الإمام الهادي بلد حافي القدمين مكشف الرأس. حتى إذا وصل إلى ذلك الجسد أو رفع الرداء عن جسد ولده صاح كما صاح الحسن وولدا. كلمة وولدا مش شوي، لكن أقول لك اللي أعظم من الإمام الهادي منهم يقولون الذي يعني أكثر منه بكاء وتحسرا وكان يرطم على وجهه وعلى صدره بل ما تمالك أن شق جيبه منه حتى يقول من رآه نظرته يقوم ويطير يطيح على الأرض ثم يقوم وينادي ما لام أبوه ولا لامه الثقات والخواص من شيعته لأن أخوه. سنة من السنوات يا إخوان بعض علمائنا دام عزه يقول يعني نصراخ نصراخ بالمادم يقول كل ما قدر كل ما تصرخون أحسن 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 أحسن. فكان لي شرف اللقاء قلت له سيد جعفر الحلي نابغة ومحقق وأديب ملهم وما ممكن خطيب من خطبه يتجاوزه سعدك الله أحكم. والله سعد الله فاقد أخوه اللي فاقد أخوه الله يساعده فقد الأخو جهر خصوصا إذا أخو محبوب وعزيز عند أخوه. ترسيه جعفر عند قصيدة ما يتجاوزون الخطبة وما يقدر الخطيب يوم سابع ما يجيبه لو ركب لك خطيب يقول لك يعني الشيطان يقول تعال وين هالقصيدة عبست وجوه الخطب أو بيصعد لك من خطيب وما يجيب لك أبيات من ملا عطية حدر قمر حاشو يقول لك أنت ما قريت هذه اللولة أو إذا ما يجيب الأبيات هذه قال له يا قطب الحرب يا شاير قال ما قريت. قلت له السيد حيدر يقول نادى وقد ملأ البوادي صيحة أنا أخوه يقول حميد بن مسلم شوف يعني تشبيه حسن شق جيبه ولطم وجهه هذه اللولة وحتى التراب على رأسه ويقع ويقوى ويقوم مطيح على الأرض لكن هذا اللي طلع من الخيام يقول يقول حميد بن مسلم يقول فوالله رأيت الحسن يقع على الأرض ثم يقول وينادي هو من الدمعة حتى إذا وصل قلت له لا يقول سيد جعفر ماذا وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لأولياء تتألموا والله صرخت هذا الشيء قال وعباس يقول يوم وصل إلى يوم وصل إلى أخوه إيش قال له
إذا قال لذاك وأخاه ومحمد وإيش قال له؟ قال له هو أنت يا ابن أبي مصارع في زيادة والجرح يسكنه الذي هو أعلم. أبو خالد من يحمي بنات محمد؟ يرحمه ونكب عليه. الله يرحم الله يوسف، الله يرحم الله يرحم الله يرحم الفائز. يقول أرى حملة فقال بحق أمه بحق أبي إلا ما تلتني فإني وعدت سكين بالماء وأستحي أن ألقاها. ما يبغون ما يا أخوي وأنا بترجع يا أخوي. يقول نظر إلى يمينه ثم إلى يساره، كان شلون يشيلني يا أخوي؟ ولو شتني يا أخوي ودهت لي الفين وجبني رقية ومدت يدها إلي وقالت لي عمي شلون مصافح رقية؟ ولو جتني زينب وفاتحه باحه شلون اضم زينب؟ يا حسين لا ترضاني. ما اهتم لها بارك الله فيك، يمكن اهل دمعه وبقره اجيبها بها على المله بعد. يقول يا حسين لا ترضاني يا قلب الدنيا مطروحة قلب الخلايا احنا الليلة نقرأ وفاتنا الدور يوجب في قضاء الحرائق. انا اعرف ناس قدامي قاعد اخوان اخويا، اذا اخو مغير ابوهم مسلم سعد الله تمام. يقول لا اثر بعد عين، والله لا اثر بعد عين، انا داخل عنده ويانا مجموعه من المعاملين وجو سنة والله ماسكين واحد ما يتكلم لسانه مشلول ما ادري ايش بيه ودخل قام يتعفرت قدام يتعفرت سمعت الجنة منه والله وحق صاحبها. يقول يا سبع سجال وحق جبت كل زفر نفضه ونفضتين والثالثة قام وتلمت على النار ستحبب حرفون بالعراقيين والناس سموا أخو العباس لولا حتى بعد هذا يحلفون براسي. سامحني شوي طولت عليك أجيب لك الرواية تجري دمعة للجاني الجداني وبعد الدمعة ما إجا. يقولون لحسين سووا إلى العباس وداع طلع النسوان والبنيات قال قمنا في وداعه
82 امرأة، 60 طفل وطفلة حول العباس كالعلقة. لكن بالا مشغول يطالع يمين وشمال. تقول له سكينة عمي دور منه، قال له عم الزينب. أشوف زينب، قال الزينب في الخيمة كرهت أن تودع. راح لها شاف محل معقد الخيمة، وقف خلفها وقف خلفها وخيال. قالت أنا أخويا بمشي يا ابو خلف. قالت اتيسر يا رب. طالعين يا ابو خيال. طالع يا اخو. قالت ما اقدر اشوفك. Ah!
يقول انكسار الظهر صرت مركز يا خويا لكل الهموم زينب الجر لا معقول هيا نفسك يا نفسك لا تقول ما فيني مروة قال ما خودة الإحسان قوة أقرب تدري الشمر فيه السوى اجيب لك هذه واسالك الدعاء ويقولون دخلت زينب على محمد اخوها إيه؟ وعلى فراش المرا وقفت عند الباب نصحت بعباده الباب وسلمت عليه ابو جاسم قال من المسلمه قال انت زينب يا اخوي قال ما تنزل جيدك يا يقول يوم جلابة وشاف وجهها صفع على وجهها بيه يا هالناس أخويا تركني دليل مربي طرق إذا جيتون إلى سبع اتجاه في سامراء في طريقكم إلى سامراء ما تقرون لها البيت هل بيت تقرون إلى من إلا أبو فاضل هذه الأولى أنا بقرأ البيت من تشوف هذا البيت تقرأ لازم إلى أبو فاضل ما تقرأ إلى سبع اتجاه شبه البيت وصناكم يا أبو فاضل ولا جيتم إلى السلوة